السلام عليكم متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بكم في الدرس الثالث من كورس تعليم برنامج الفوتوشوب. في هذا الدرس سوف نتعرف على مجموعة من الأدوات المهمة عبر البرنامج. في البداية سأقوم بفتح مجموعة من الصور عن طريق القائمة فايل ثم الأمر Open. لتحديد هذه الصور سوف أضغط Ctrl وأقوم بتحديد الصور ثم سأضغط Open. تعرفنا في الدرس السابق على أداة التحديد، سأقوم باستخدامها هنا. ثم سنتعرف على أداة التحريك. في أداة التحريك بإمكاني سحب جزء من الصورة باتجاه نفس الصورة أو باتجاه صورة أخرى. لاحظوا هنا لون الخلفية باللون الأزرق، عندما سأقوم بسحب هذا الجزء باتجاه مكان آخر سوف يظهر اللون الأزرق. سوف أقوم بالتراجع عن طريق Ctrl Z ثم سأقوم بسحب هذا الجزء من الصورة باتجاه صورة أخرى. سنتعرف الآن على أداة مضافة في برنامج الفوتوشوب بشكل حديث، هي أداة الحقل. سوف أقوم برسم حقل هنا ثم سأعود إلى هذه الصورة. لإزالة هذا التحديد سوف أضغط Ctrl D لسحب الصورة بشكل كامل. سوف أقوم بسحب الصورة لهنا. لاحظوا ليس بإمكاني الخروج خارج منطقة الحقل. بإمكاني تغيير شكل الحقل من هنا إلى الشكل الدائري، ولتثبيت الأبعاد لابد من ضغط الزر Shift. بنفس الطريقة سوف أقوم بسحب هذه الصورة عن طريق أداة التحريك. لنتعرف أيضا على أداة أخرى عن طريق برنامج الفوتوشوب، هي أداة القص. عن طريق أداة القص بإمكاني تحديد جزء من الصورة، وبعد الضغط بالماوس مرتان يقوم بقص هذا الجزء وحذف ما تبقى. لدي أيضا أداة المنظور التي تقوم بعمل منظور للصورة. لاحظوا سوف أغير شكل المنظور من هنا بهذه الطريقة. لاحظوا كيف قام بشد الصورة بحسب المنظور الذي اخترته. لنتعرف أيضا على أدوات يستخدمها مصممو مواقع الإنترنت عبر الفوتوشوب. بالتأكيد لن نتوسع بها كثيرا، سوف نأخذ لمحة عنها حتى إذا شاهدناها أو أحد سألنا عندما نستخدم البرنامج لماذا تستخدم هذه الأداة لابد أن يكون لدينا فكرة عن الموضوع. سوف نتوسع بها في كورس تصميم مواقع الإنترنت. سوف أقوم بتحديد هذا الجزء من الصورة بهذه الطريقة عن طريق هذه الأداة. هاتان الأداتان هما أداة أو أدوات تصميم مواقع الإنترنت. بعد تحديد هذا الجزء سأقوم بالنقر عليه بالماوس وسأقوم بإضافة رابط هنا. لحفظ هذه الصورة بصيغة الإنترنت لابد من تحويلها إلى لغة HTML، ولهذا التحويل لابد من الدخول إلى القائمة فايل ثم Export ثم Save for Web. سوف أقوم بعمل Save على سطح المكتب، ولابد من الانتباه إلى هنا HTML and Images. لاحظوا هذا الملف الذي ظهر لدي هو الملف الذي قمت بحفظه، وبجانبه ظهر مجلد. لاحظوا كيف قام بتقطيع الصورة. لنفتح الملف الآن الذي تحول إلى صفحة إنترنت، وننتبه إلى وجود رابط هنا أو لينك. بهذه الطريقة يقوم مصممو مواقع الإنترنت بتصميم صفحاتهم ثم تقطيعها إلى أزرار. عند الضغط على هذا الزر سوف يذهب إلى اللينك الذي قمنا بضبطه.
سنكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، بانتظاركم في الدرس القادم. كان معكم ياسر درعوزي، تمنياتي لكم بكل التوفيق.